فنيه لمهرجان تغيت السينمائي، وصرحتي للافلام القصيره. للافلام القصيره طبعا، وصرحتي انك في عده لقاءات صحفيه انك اكتشفتي ان في عدد كبير من الشباب الجزائريين المخرجين يشتغلون على هذه الافلام الوثائقيه القصيره، لماذا لا نرى اعمالهم تنتشر بالحجم اللائق بهم؟ احنا تغيت كان في 2007 اول طبعه تاعو 2007، حتى في 2007 قلنا نفتحوا المجال لافلام جزائريه نشوفوا واش كاين كافلام قصيره. في 2007 حتى لي ريزو سوسيو ما كانوش كيما هذا الحجم اللي راه موجود اليوم، ما كانش عندنا فكره على مدى وعلى شحال ضخم الانتاج الافلام القصيره في الجزائر. كنا فاكرين انه المسابقه راح تكون فيها بعض الافلام، ومن بعد كي استقطبنا افلام مي اونكور شحال من فيلم ممكن بيتيتر دي غيزاتور سورتو في ليديسيون الاولى ما سمعوش باللي كنا نديرو مهرجان، باسكو حتى لا كومونيكاسيون ما راهيش كيما اليوم وين برك ان ريزو سوسيال يقدر يمشي هذيك المعلومه بطريقه اكبر واوسع حتى طول تيريتوار ناسيونال. دونك حنا استعجبنا كثير في اول طبعه بعدد الافلام اللي اون روسو، ودايوغ فتحناها لو ماكسيموم، حاولنا انه بقدر المستطاع نوروا لو ماكسيموم تاع الافلام ومخرجين جزائريين.